تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 15 يوماً إضافياً، وتقرر أيضاً فتح المساجد التي تسع لأكثر من 500 مصلٍ. السلام عليكم وأهلاً بكم. أعلنت الوزارة الأولى مساء اليوم الاثنين عن تمديد إجراءات الحجر الصحي لمدة 15 يوماً إضافياً، كما تقرر فتح المساجد التي تسع لأكثر من 500 مصلٍ. أفادت الوزارة الأولى اليوم الاثنين عن تمديد الحجر المنزلي على 34 ولاية لمدة أسبوعين، وأشار بيان الوزارة إلى أن تمديد الحجر الصحي مدة 15 يوماً يمتد من الساعة 8 مساءً إلى غاية 5 صباحاً، ويتعلق الأمر بكل من ولايات أدرار، الأغواط، أم البواقي، باثنة، المدية، مستغانم، المسيلة، تسمسيلت، الواد، بالإضافة إلى بجاية، بسكرة، البوليدة، البويرة، إليزي، برج بوعريريج، الجزائر العاصمة، تيارت، تيزي وزو، وأخيراً عين تموشنت. في نفس السياق، كشفت الوزارة الأولى عن قائمة الأنشطة المعنية بالغلق في إطار تطبيق إجراءات الحجر المنزلي، ويمدد لمدة 15 يوماً إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، كما يمدد لمدة 15 يوماً وفي 34 ولاية المعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي إجراء غلق الأنشطة التالية ابتداء من الثالثة زوالاً، ويتعلق الأمر بالقاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، أماكن التسلية والاستجمام، وفضاءات الترفيه والشواطئ، دور الشباب، المراكز الثقافية، كما يمدد إجراء تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الثالثة زوالاً، وتمتمثل الأنشطة في تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، بالإضافة إلى تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، وتجارة المرطبات والحلويات. وفيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على البيع المحمول فقط، وهي أيضاً ملزمة بالغلق ابتداءً من الثالثة زوالاً، ومع ذلك يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حال انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا. وتم تمديد التدابير المؤقتة المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. أما فيما يتعلق فتح المساجد التي تسع أكثر من 500 مصلي، فأعلنت الوزارة الأولى مساء اليوم الاثنين عن فتحها ابتداء من الثاني من شهر ديسمبر 2020، وجاء في بيان الوزارة الأولى أن فتح المساجد التي تسع لأكثر من 500 مصلي ذلك يكون مع احترام البروتوكول الصحي للوقاية من كورونا، ويخضع الأمر للوالي ابتداء من الثاني من شهر ديسمبر. وتحسبا لعودة استئناف الرحلات الجوية الداخلية، أبرق وزير النقل الزهر هاني بتعليمة لرؤساء المدراء العامين لشركات تسيير هياكل المطارات الجزائر، وهران، وقسنطينة تخص استئناف الرحلات الداخلية. وجاء في نص التعليم التي حملت رقم 529 أن تاريخ الاستئناف تم تحديده يوم 6 من ديسمبر الداخل، وطلب الوزير من المسؤولين المعنيين بصفة استعجالية اتخاذ إجراءات اللازمة لإنجاح العملية. وفي هذا الإطار طالب المسؤول الأول عن قطاع النقل باعتماد بروتوكول صحي للوقاية من انتشار الفيروس، وهدد الوزير بغلق أي مطار أو هيكل معني بهذا القرار في حال تسجيل أي تقصير
أو عدم تطبيق البروتوكول الصحي، كما طلب الوزير إفاده بورقة الطريق التي سيعتمدها مسيرو المطارات لاستئناف النشاط الداخلي للرحلات قبل تاريخ 3 ديسمبر المقبل. Clear to 3 degrees, 14 knots. 3 degrees, 14 knots.